نجوم وفنانات سوريا بحلول عام 2023. بس قبل ما نبدأ ما تنساش الصلاة على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. أهلا بكم. البداية مع الفنانة منى واصف. هي ممثلة سورية ولدت في العاصمة دمشق لأم مارونية وأب سني كردي، تبلغ من العمر 81 سنة، تاريخ الميلاد 1/2 عام 1942. الفنانة سلمى المصري ولدت في دمشق ودرست الحقوق، إلا أن رغبتها كانت الفن بدلا من القانون. تبلغ من العمر بحلول عام 2023 65 سنة، تاريخ الميلاد 9/1 عام 1958. الفنانة وفاء موصلي. هي ممثلة سورية خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، تبلغ من العمر 64 سنة، تاريخ الميلاد 31/10 عام 1959. الفنانة تولاي هارون. هي ممثلة سورية من مواليد مدينة اللاذقية، قدمت أول أدوارها في فيلم ليالي ابن أوي، تبلغ من العمر 56 سنة، تاريخ الميلاد 1/12 عام 1967. الفنانة يارا صبري. ولدت في دمشق والدها الفنان سليم صبري ووالدتها الفنانة سناء دبسي، تبلغ من العمر 56 سنة، تاريخ الميلاد 27/12 عام 1967. الفنانة أصالة نصري. هي مغنية سورية من مواليد دمشق وتحمل الجنسية البحرينية، تبلغ من العمر 54 سنة، تاريخ الميلاد 15/5 عام 1969. الفنانة أمل عرفة. هي ممثلة ومطربة سورية، ابنة الملحن سهيل عرفة، وولدت في مدينة دمشق، تبلغ من العمر 53 سنة، تاريخ الميلاد 18/3 عام 1970. الفنانة شكران مرتجي. من أصول فلسطينية وتحمل الجنسية السورية، ولدت الفنانة شكران مرتجي في السعودية وانتقلت إلى دمشق، تبلغ من العمر 53 سنة، تاريخ الميلاد 12/12 عام 1970. الفنانة عبير شمس الدين. هي ممثلة سورية من أصل كردي، من مواليد برج الميزان، لديها ثلاثة أطفال، تبلغ من العمر 51 سنة، تاريخ الميلاد 30/9 عام 1972. الفنانة سوزان نجم الدين. هي ممثلة سورية من مواليد بلدة الدرياكيش، تبلغ من العمر بحلول عام 2023 50 سنة، تاريخ الميلاد 24/11 عام 1973. الفنانة جومانة مراد. هي ممثلة ومنتجة سورية، كانت بدايتها الفنية كمذيعة في تلفزيون عجمان، عمرها الآن 50 سنة، تاريخ الميلاد 1/4 عام 1973. الفنانة أماني الحكيم. ممثلة سورية ولدت في مدينة دمشق، درست في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، عمرها الآن 50 سنة، تاريخ الميلاد 20/11 عام 1973. الفنانة كاريس بشار.
هي ممثلة سورية ولدت في دمشق لأب كردي وأم سورية، عمرها الآن 48 سنة، تاريخ الميلاد 16/2 عام 1975. الفنانة تولين البكري هي ممثلة سورية ولدت في حلب، كانت بدايتها كطفلة بالإعلانات التلفزيونية، عمرها الآن 47 سنة، تاريخ الميلاد 12/11 عام 1976. الفنانة لورا أبو أسعد هي ممثلة سورية، بدأت مهنتها بعمل صوتي في مغامرات سيلفستر وتويتي، عمرها الآن 47 سنة، تاريخ الميلاد 5/3 عام 1976. الفنانة سلافة معمار هي ممثلة سورية درست الأدب الإنجليزي في جامعة دمشق، إلا إنها أصرت على دراسة الفن، عمرها الآن 47 سنة، تاريخ الميلاد 26/4 عام 1976. الفنانة جيهان عبد العظيم هي ممثلة سورية من مواليد مدينة حلب، كان أول ظهور لها في عودة غوار، عمرها الآن 47 سنة، تاريخ الميلاد 18/2 عام 1976. الفنانة سلاف فواخرجي ولدت ونشأت في محافظة اللاذقية، والدها الناقد السينمائي محمد فواخرجي، عمرها الآن 46 سنة، تاريخ الميلاد 27/7 عام 1977. الفنانة ليليا الأطرش هي ممثلة سورية من عائلة الأطرش، ولدت في مدينة السويداء، عمرها الآن 46 سنة، تاريخ الميلاد 18/8 عام 1977. الفنانة نادين تحسين بك هي ممثلة سورية من مواليد مدينة دمشق، ابنة الفنان حسام تحسين بك ووالدتها جورجية، عمرها الآن 45 سنة، تاريخ الميلاد 22/6 عام 1978. الفنانة ديما بياعة هي ممثلة سورية من أصل فلسطيني، كانت أولى أعمالها مسلسل الكواسر، عمرها الآن 45 سنة، تاريخ الميلاد 3/11 عام 1978. الفنانة سوسن أرشيد ولدت في دمشق لأب سوري وأم روسية، وتحمل الجنسية الروسية تبعا لوالدتها، عمرها الآن 44 سنة، تاريخ الميلاد 11/7 عام 1979. الفنانة ديما قندلفت هي ممثلة ومغنية سورية، درست في كلية الاقتصاد، بدأت الغناء في جوقة الفرح، عمرها الآن 44 سنة، تاريخ الميلاد 3/1 عام 1979. الفنانة صفاء سلطان ولدت في العاصمة الأردنية عمان، ونشأت في عائلة من أب أردني وأم سورية، عمرها الآن 43 سنة، تاريخ الميلاد 15/3 عام 1980. الفنانة جيني أزبر هي ممثلة سورية الأصل من مواليد اللاذقية، ولدت من أب سوري وأم أوكرانية، عمرها الآن 43 سنة، تاريخ الميلاد 20/8 عام 1980. الفنانة كندا علوش هي ممثلة سورية من مدينة حماة، زوجها الممثل المصري عمرو يوسف، عمرها الآن 41 سنة، تاريخ الميلاد 27/3 عام 1982.
الفنانة نسرين طافش هي ممثلة ومغنية فلسطينية، ولدت وعاشت في سوريا، كما إنها تحمل الجواز الجزائري نسبة لوالدتها. عمرها الآن 41 سنة. تاريخ الميلاد 15/2 عام 1982. الفنانة ميسون أبو أسعد هي ممثلة سورية من مواليد مدينة حمص، هي الشقيقة الصغرى للممثلة السورية لورا أبو أسعد. عمرها الآن 41 سنة. تاريخ الميلاد 1/1 عام 1982. الفنانة رواد علياو هي ممثلة سورية من مواليد مدينة حلب، درست الحقوق واتجهت إلى التمثيل. عمرها الآن 40 سنة. تاريخ الميلاد 11/11 عام 1983. الفنانة مديحة كينيافاتي بدأت مشوارها الفني في عام 2003 من خلال مسلسل عربيات. عمرها الآن 40 سنة. تاريخ الميلاد 15/11 عام 1983. الفنانة رنا شمياس ممثلة سورية من خريج المعهد العالي للفنون المسرحية. عمرها الآن 39 سنة. تاريخ الميلاد 26/9 عام 1984. الفنانة كندا حنا ولدت في بلدة كفر بهم التابعة لمدينة حماه في سوريا، متزوجة من المخرج ناجي طعمي. عمرها الآن 39 سنة. تاريخ الميلاد 16/12 عام 1984. الفنانة إمارات رزق ممثلة سورية شابة من مواليد درعا، كانت متزوجة من الفنان حسام جنيد. عمرها الآن 38 سنة. تاريخ الميلاد 16/9 عام 1985. الفنانة تاج حيدر هي ممثلة سورية من مواليد مدينة دمشق، كان أول ظهور لها هو مسلسل الزير سالم. عمرها الآن 37 سنة. تاريخ الميلاد 3/8 عام 1986. الفنانة هبة نور هي ممثلة سورية من مواليد مدينة دمشق، كانت بدايتها كفتاة فيديو كليب وإعلانات. عمرها الآن 36 سنة. تاريخ الميلاد 11/7 عام 1987. الفنانة دانا مارديني هي فنانة سورية تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية. عمرها الآن 35 سنة. تاريخ الميلاد 26/6 عام 1988. الفنانة سامية الجزائري عمرها الآن 78 سنة. تاريخ الميلاد 25/2 عام 1946. الفنانة مها المصري عمرها الآن 70 سنة. تاريخ الميلاد 16/3 عام 1954. الفنانة صباح الجزائري عمرها الآن 69 سنة. تاريخ الميلاد 11/2 عام 1955. الفنانة مرح جبر عمرها الآن 58 سنة. تاريخ الميلاد 30/5 عام 1968. الفنانة ديما جندي عمرها الآن 48 سنة. تاريخ الميلاد 8/3 عام 1976. الفنانة قمر خلف عمرها الآن 45 سنة. تاريخ الميلاد 9/4 عام 1979.
الفنانة دانا جابر عمرها الآن 38 سنة، تاريخ الميلاد 16/3/1988. الفنانة رما الراشد عمرها الآن 33 سنة، تاريخ الميلاد 28/4/1991. الفنانة ربي السعدي عمرها الآن 28 سنة، تاريخ الميلاد 27/7/1995. الفنانة أناهيد فياض هي ممثلة فلسطينية من مواليد مدينة دمشق، تحمل الجنسية السورية والأردنية، عمرها الآن 40 سنة، تاريخ الميلاد 6 يوليو عام 1983.